إن للتاريخ والأخبار علاقة مترابطة، فمجريات التاريخ ترويها تفاصيل الأخبار، وهذه الأخبار جزء مهم من حياتنا، فالعالم من مشرقه ومغربه يتداولها كلما أشرقت شمس وغربت ولاح نجم وغاب، ونحن بدورنا نستعرض أهم الأحداث المحلية والعالمية، فأهلا بكم معنا في متابعة إخبارية. قالت فرقة هاون الأوكرانية إنها أطلقت قذائف أمريكية الصنع من قذيفة هاون إيطالية على مواقع روسية في دونباس، وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الوضع على خط المواجهة ما زال صعبا، حيث تحاول القوات الروسية التقدم في منطقة دونباس وخاركييف، كما أكد أن روسيا تحاول التقدم في مناطق دونستيك الشرقية ولوهانسك وخاركييف على الرغم من الخسائر الفادحة للغاية. يذكر أن مقاطعتا لوهانسك ودونستيك تعتبر أكثر الأماكن قتالا بين روسيا وأوكرانيا. أعرب بعض السكان المسنين في شنغهاي عن قلقهم بشأن أي قيود لاختبارات كوفيد-19 حتى مع استمرار الاختبار الروتيني في المركز المالي، وعبر كبار السن عن قلقهم إذ تم تخفيف القيود ومن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم حتى الآن. وقالت لجنة الصحة الوطنية إنها ستستهدف المزيد من التطعيمات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما وتقليل الفجوة بين التطعيم الأساسي والطلقات المنشطة للمسنين إلى 3 أشهر. دخل رواد الفضاء الثلاثة على متن سفينة الفضاء الصينية شينغشو 15 التي تم إطلاقها حديثا إلى محطة الفضاء في البلاد، والتقوا مع 3 رواد الفضاء الصينيين الآخرين في الفضاء الخارجي، وهو تجمع تاريخي أضاف القوى العاملة في معمل الفضاء في المدار إلى 6 لأول مرة من أي وقت مضى. كما أجرت سفينة الفضاء التي أطلقت فوق الصاروخ الحامل لقاء آليا سريعا ورست بالميناء الأمامي لوحدة تيانخا التابعة لمحطة الفضاء. بدأت عمليات التنظيف في جزيرة إيشيا الإيطالية بعد أيام من انهيار أرضي قاتل فوق المنازل والطرق، وانضم السكان إلى عمال خدمة الطوارئ في الشوارع وقاموا بإزالة الدمار، حيث لاقى ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم من بينهم رضيع وطفلان في الانهيار الأرضي. جاء ذلك بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في موجة من الطين والحطام والحجارة أدت إلى هذا الدمار. قالت هيئة ميناء باراناغوا البرازيلية إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة أدت إلى إغلاق الطرق والسكك الحديدية المؤدية إلى الميناء، وهو ثاني أكثر الموانئ ازدحاما بصادرات الحبوب في البلاد. وأظهرت لقطات جوية الانهيار الأرضي الذي أغلق تماما الطرق الرئيسية المؤدية إلى ميناءي باراناغوا وأنتونيا في بارنا، مما عطل تدفق الشحنات المتجهة إلى الساحل. وقالت الهيئة في بيان إن عمليات الموانئ الأخرى طبيعية مع استمرار السفن في تفريغ وتحميل المنتجات المخزنة في مستودعات الميناء.
أعلن منظمو أولمبياد باريس 2024 أنهم يعتزمون إطلاق نظام إلكتروني فريد من شأنه طرح تذاكر الأولمبياد للبيع ستكون في متناول الجميع حول العالم. ونشرت اللجنة بيانا جاء فيه أنه لأول مرة في تاريخ الأولمبياد سيتم بيع التذاكر بشكل حصري على منصة رقمية ستكون مفتوحة أمام الجميع في الوقت نفسه، حيث سيتم طرح 10 ملايين تذكرة للألعاب الأولمبية وأكثر من 3 ملايين تذكرة للأولمبياد الخاص. قام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بفرض عقوبة على الاتحاد الصربي للعبه بسبب تعليق لافتات عليها شعارات سياسية ضد كوسوفو قبل مباراة منتخب صربيا مع منتخب البرازيل في مجموعة مونديال قطر 2022. وتم تداول الصور على نطاق واسع بعد المباراة، وقام اتحاد اللعبة في كوسوفو بتقديم شكوى رسميا لدى الفيفا الذي قرر عقوبة الاتحاد الصربي بعد اقتباس من مدونة سلوك الإشارات واللغة والإيماءات العدوانية واستخدام حدث رياضي للترويج لحدث ذي طبيعة غير رياضية. تظهر الصورة الجوية الجديدة ماونا لوا في هاواي أكبر بركان نشط في العالم، يقذف الحمم البركانية ويرسل تيارات متوهجة عبر سطحه. وبدأ البركان بالثوران يوم الأحد لأول مرة منذ عام 1984 منهيا أطول فترة هدوء في التاريخ المسجل، وسبق أن اندلعت في مارس وإبريل من عام 1984. ويقول مسؤولو هاواي إن ثوران بركان 2022 لا يشكل أي تهديد للممتلكات، على الرغم من أن الغازات البركانية غير السارة والرماد الناعم قد تنجرف إلى أسفل المنحدر. في أسبانيا أمر ممتع وطريق أخضر يصبح أكثر شهرة يوم بعد يوم. تسمح حافلة الدراجات في برشلونة لمئات الأطفال بالدراجة بأمان إلى المدرسة في قافلة، وسيطروا على شوارع بأكملها في ثاني أكبر مدينة في أسبانيا. بدأ المشروع الذي يقوده المواطنين بدعم من مجلس مدينة برشلونة في مارس 2021 بطريق واحد في حي سارية. أما الآن فلديها 15 طريقاً، وقد ألهمت مخططات مماثلة في مدينة غلاسكو الأسكتلندية وفي بورتلاند في الولايات المتحدة. نفق أكثر من 13,000 طائر معظمهم من البجع على سواحل بيرو في الأسابيع الأخيرة في أعقاب تفشي إنفلونزا الطيور في الدولة الواقعة على جبال الأنديز. وأبلغت السلطات عن نفوق الطيور البجع المتأثرة بإنفلونزا الطيور على شواطئ شمال ووسط بيرو خلال الأسبوعين الماضيين. وأظهرت مقاطع فيديو قدمتها السلطات ووسائل الإعلام المحلية عمال التنظيف وهم يزيلون العشرات من جثث البجع المتناثرة. قرية بالكامل مصنوعة من الزنجبيل، إبداع جون ليفيتش تجلى في أحدث ابتكار في مدينة نيويورك، حيث صنع قرية كاملة من خبز الزنجبيل بواسطة ما يقرب 4,000 رطل من الحلوى و1,000 رطل من خبز الزنجبيل، بالإضافة إلى 6,000 من بياض البيض. وقال ليفيتش بأنه يتطلب الكثير من العمل لإنجاز هكذا عمل، ولكن هذا العمل هو الذي يجلب له السعادة. إلى هنا تنتهي معكم متابعتنا الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.